تسعى السلطات المحلية في بابل إلى تطوير المنظومة الأمنية في المحافظة من خلال العمل على نصب كاميرات مراقبة متطورة في الشوارع العامة والسيطرات والمنافذ، فضلا عن خط المرور السريع الرابط بينها وبين العاصمة بغداد بكلفة إجمالية وصلت إلى 20 مليون دولار. كاميرات المراقبة اللي راح يتم نشرها تقريبا 462 كاميرا في مركز قضاء الحلة وكذلك في قضاء المسيب 183، وهذه المرحلة الأولى من المشروع. أيضا هناك مرحلة ثانية، مرحلة توسعة للمشروع. قائد شرطة بابل الذي اطلع اليوم ميدانيا على مشروع الكاميرات برفقة قناة الحرة أكد أن هذه الخطوة ستلعب دورا إيجابيا في ملاحقة الجريمة ومتابعة تحركات الخارجين عن القانون وشبكات تجارة المخدرات وعصابات الخطف. اختصار بالجهد الاستخباري وكذلك متابعة على مدار الساعة لهذه المناطق ومتابعة حركة العجلات، علما أنه المطلوب من المنظومة أنه تكون يعني منظومة مراقبة مستمرة. المشروع الذي تنفذه شركة هواوي العالمية يضم كاميرات موزعة باتجاهات مختلفة وتعمل بدقة عالية عن طريق التغذية بالطاقة الشمسية، كما يمكنها كشف أرقام السيارات والتعرف على صور المطلوبين ومتابعتها من خلال غرفة عمليات تضم الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات والأمن الوطني. تكون من 625 كاميرا تغطي الحلة والمسيب، هنا غرفة المراقبة عن طريق الوايرليس. نقدر يعني نربطها بالسيطرات وبعض المواقع المهمة، وإمكانية ربط مع السيرفرات الخاصة بالاستخبارات والمرور على مود نحدث المعلومات الخاصة بالمطلوبين. المواطنون أكدوا أن نصب الكاميرات سيلعب دورا إيجابيا في كشف الجرائم وضبط الأمن، فيما تخوف آخرون من الاستخدام السلبي لهذه الكاميرات من خلال التجاوز على الخصوصية والحريات الشخصية. هل نصبة الكاميرات يمن الأمن والاستقرار وتقلل هالتفجيرات الإرهاب هذا هالبوك؟ تشخص عناصر داعش تقدر من خلاله حالات المخالفات المرورية، يعني هو ست بأي دول العالم تشوف ماكو تلقى شرطة واقف بالشارع. المفروض يكون غرفة عمليات خاصة بناس ثقات، ناس أمناء، لأن تدري هاي خصوصيات بالشارع اللي تصير، كل شيء حالات التحرش يصير، كل هذا المفروض تكون بأيادي مهنية يحافظون على الخصوصية. مشروع كاميرات المراقبة يهدف إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية وتفعيل الرصد الاستخباري للجرائم والعمليات الإرهابية، لكن هناك خشية أن يساهم هذا المشروع بانتهاك الحريات الشخصية للأفراد. من مركز مدينة الحلة ميثم الشباني، الحرة.